حلقتنا ولقائنا التالي رح يكون مع دكتور سيرين نعمي، دكتوراه بعلم الفيزياء الفضائي، حتى نحكي عن موضوع تحت عنوان الجميع على المريخ والمريخ للجميع. بلشنا فيه الأسبوع الماضي بس ما قدرنا، ما كان عنا وقت، كان في نقل مباشر ما قدرنا كفيني. صباح الخير دكتور، ويعطيك ألف عافية. صباح النور لك دكتورة، وأنت كمان يعطيك ألف عافية ومنحيي المشاهدين. Thank you. الأسبوع الماضي بلشت تخبرينا بشكل عام عن المريخ، قد ايه هو بيشبه يمكن كوكب الأرض، شو في أشياء هيك أن كوما معنا، ليش حسينا أنه ممكن نقدر نطلع على المريخ. فرجعي اعطينا هيك بشكل عام هيدي المعلومات حتى نغوص أكثر بالموضوع. وقلتي لي أنه أنا وياك ممكن على 2023 نطلع، هيدي هي السنة ولا؟ مظبوط. أوكي تفضل. 2024 ميرسي لل 2026، وإيلون ماسك بيقول إنه 2032 بنبلش نعيش يعني على المريخ. للحقيقة المريخ هو هيك فاكت، إنه هو كوكب صخري عنده شوية جاذبية، ما عنده حرارة كتير عالية مثل كوكب الزهرة فينوس، وهو قريب نوعا ما على الأرض. وعطول كنا نحن نفكر انه على المريخ في مي، وهلا مع عدة المهمات اللي طلعت على المريخ اكتشفنا انه كان بالزمانات في مي، وتحت سطحه للمريخ معقول نستخرج المي. وحكينا هديك المرة، وقفنا هديك السبت على هالموضوع، انه المريخ مش أول مرة بنطلع على المريخ من هداك الشهر أول ثلاث مهمات، وبلشنا نغوص إنه عنا أكثر من دولة على المريخ. فهون بلشنا نحكي عن شو بيقولوا السبق على المريخ، ومثل كأنه في أمبوتياج وعجقة على كوكب المريخ. نعم، يعني في كتير هيك تيرمز نحن بنستعملهم كأنه جاي من المريخ، أو دايما كأنه عايش على كوكب تاني، كوكب المريخ. يعني هيدول الأمور نحن لما كنا نستعملهم أنه يعني لأي درجة في حياة، وليه منذكر هيدا الكوكب بحد ذاته، وليه هلأ صار في اهتمام أكبر فيه مع العلم أنه في عنا مشاكل اقتصادية عالمية، ليه الاهتمام أكثر هلأ بهيدا الموضوع؟ سؤالك كثير انتريسان انسانيا وسوسيولوجيا ونفسيا. من اول ما الانسان طلع على القمر وبلش عنده البصيره، صار بده يفهم اذا القمر هو عنده قوه ميتيك ولا هو كوكب عادي او قاصر بدوره، صار يعطيه قوه الهيه للقمر، لحد ما طلعنا وفسرنا انه القمر بياخذ ضوه من الشمس. صاروا يفكروا انه من المد والجزر في عالم قاعده على القمر، وكانوا يسموهم لل 1900 لونار القمريين. بعدين صرنا نطور من 1609، جاليليو جاليلي طور التلسكوب، وصاروا يشوفوا انه على المريخ كمان في تضاريس، يعني في جبال وفي مثل الانهار وفي وديا. فصاروا يقولوا انه يمكن على الارض، على القمر ما في عالم، فصاروا يقولوا انه في المريخيين. ومن هون الانسان من اول ما اطلع وقف ونظر للسماء يفكر على طول اذا في غيرنا فوق. ليش؟ هو الخوف من النهايه، خوف من الموت. فعلى طول عنده هذا الوحي انه في غيرنا فوق، يعني مثل امتداد لغير الروح. هلا ليش هلا وبهالوقت؟ عطول بيسألوني أنا كعالمة فضاء، وخاصة كمان مهندسين لعلم الفضاء اللي زيتي لزانجينيور واللي بخططوا للسباسيال، بيسألوهم طيب ما الأرض هي مع كل الأمراض، مع كل الكوارث اللي عم بتطير، طب ما زبطوا الأرض. بدي أقول لك يا صديقتي إنه كل التطورات اللي بتصير للفضاء هي بتفيد انديركتومون على الأرض. يعني مثلا سولار بانلز اللي انعملت للساتليت بالفضاء رجعنا استعملناهم على الارض. التكرار المي اللي بتنعمل بالاي اس اس الانترناشونال سبيس ستيشن اللي هي مدينه الفضاء، وانا حكي عنها على الاو تي في، مدينه الفضاء اللي بيقعد فيها ستة استرونوت كل السنه بيبرموا ليكرروا المي، هي ذاتها بنستعملها على الارض. وهلا مع بيرسيفيرانس
الروبو اللي وصل على المريخ عم بيستعمل تكنولوجي، ذروة التكنولوجيا اللي إذا بدك بعد شوي بنحكي عنها كيف بدها تفيد الأرض. ففي عندنا ريشيرش ديفلوبمون، دكاترة ومهندسين ومفكرين وباحثين بقضوا حياتهم ما يعملوا شيء غير يفكروا بالتطور على غير كوكب، على المريخ، بس اجريهم على الأرض، وعايزين كمان حكمة وباحثين على الأرض اثنيناتهم بيلتقوا. يعني هيدا الشخص ما بيلغي الثاني. دكتور، فكرة أنه الأرض ما بقى تحمل وأنه يمكن حتى الفيروس انعمل خصيصا حتى يريح الكرة الأرضية من عدد كبير من سكانها، هل ممكن المريخ يكون نوع من يعني سولوشن أنه البعض يروحوا، مش أنه تخلص الحياة على الأرض ونحن أو يلي بيبقى أو ما بعرف مين بده ينتقل على كوكب تاني؟ قد ايه هي ما بعرف منطقية، قد ايه هي واردة، قد ايه هي بعيدة عنا، بس ممكن قريبا نوصل لها. كتير منطقية، كتير واردة، ومنا بعيدة ومنا ساينس فيكشن. أي متى حكيتي مع إيلون ماسك مؤخرا؟ أي متى؟ إيلون ماسك من شي شهر أو شهر ونص بقول إنه لازم نفكر إنه العالم، قصده الأرض، بدها تنتهي، ورح يصير في شي أو مشكل أو وباء أو إكسبلوجون نوكليير. بتعرفي انه الانسان انسان، ولازم نحافظ على الكيان البشري، على الانسان. هو ما عم بقول انه 10 20 ناسيون امريكاني، عم بقول على الانسان. وهدفه هلا انه الارض ما بقى تعني له، هدفه بس يحافظ على البشريه. يعني لما كنا نشوفهم هول الافكار بالساينس فيكسيون بالافلام، انه بيعملوا ساتليت بس بياخذوا الدي ان اي او بياخذوا هيك شويه اشياء من البشر، فهو ايلون ماسك عم بقول هيك، وعم بقول انه اذا صار في مشاكل على الارض وبطلت تحملنا، لانه صار في عندنا كثير تصحر، صار في عندنا كثير افات سار، جرين هاوس افات، وكثير سخنت الارض، ومات لما تموت الانسانيه، ايلون ماسك هدفه بال 2032 يكون الانسان على المريخ، حتى بطل هدفه القمر. وهون في خطوره وحب. خطوره وين؟ إذا بتسمحي لي دكتور، أكيد. بال 1967 في التريتي دي ناسيون زوني، يعني عملوا اتفاقية إنه ممنوع حدا يملك الكواكب ولا الأسترويد ولا دولة، يعني هن مضجوا بين الدول. ولكن بيقول إيلون ماسك، أنا شركة خاصة، ما في شيء بيمنعني إذا أنا طلعت وحطيت علم. فهون شو عم نعمل نحن يا صديقي؟ نحن عم ننقل مشاكل الأرض على غير كوكب. يعني الإنسانية حتكون جريدي نيدي، وإن شاء الله ما يصير هالشيء مثل ما شفنا. إنه هون الفكرة مين مثلا بيملك هلأ إذا بدنا نجي نحن نقول المريخ؟ حسبي أول شيء الأشخاص يلي بدهم، يمكن بلشت حديثي بالأسبوع الماضي قلت لك أنا هل المريخ للإليت رح يكون؟ قلت لي أبدا، أنا وإنت ممكن نكون عم نطلع على المريخ وما بعطيها كتير، يعني رحنا على 3 سنين لقدام. ف يعني مين بده يطلع؟ مظبوط انه الاليت لانه بس they can afford it، ولا مش مظبوط هيدا الحكي؟ وشو بطلع بعمل انا؟ بشتري ارض مثل ما بشتري بالارض؟ ولمين هو اصلا؟ يعني هيدا الكلام يلي عم تقوليه كيف فينا نتابع فيه بهيدي النقطه؟ ممنوع يكون لحدا. اوكي، بس هيدا بالمبدا على الوراق، بس نحن بنعرف انه كيف بيصير بالحياه اكيد كل شيء بيتغير، وخاصه لما يكون الانسان شخص او شخصين هن عندهم المليارات وهن اللي عم يطلعوا، يعني اللي بيسبق بيلحق، هيك قال ايلون ماسك. ليش عم بقول لك انا انه ما راح يكون بس للاليت؟ لانه هلا العالم عم تعمل الزراعه للفضاء، يعني عم يزرعوا بالمي، عم يزرعوا اندر جراوند تحت التراب، كل شيء ببلش شوي للاليت، يعني بسافر 6 اشخاص 5 اشخاص، بس بعدين راح يصير السفر الانتر بلانيتير ما بين البلانيتات حيصير شيء كثير عادي وطبيعي. اول ما مثل ما كنا عم نقول، اول ما عملوا الطيران بال40 بال30 كانوا يسافر 5 6 اشخاص، صح.
ولاد النواب، ولاد اللي كانوا وزراء او ديكتاتوريين، بس هلا صرنا كلنا نسافر انه اف صح يوقف الامراض. سو حيصير هيك ومنه بعيد. ليش؟ لانه التكنولوجيا صارت عندنا والتكنولوجيا عم تتطور. اذا بتسمحي لي مثلا بيرسيفيرانس، في صورة أنا يلا موجودة. هلا خلينا نشوف الصور، فإذا نبلش نعلق عليها. مش رح تشوفيهم، رح أقول لك كل صورة عم تمرق شو هي حتى تشرحي لنا. هلا نعم عم نشوف الكوكب بحد ذاته. نعم كوكب المريخ اللي هو عاملنا كل الباسيون، هو المريخ الأمرخ الأحمر اللي هو بلوكت تام. نرجع بنشوف صورة هن الميسيونات اللي فشلوا واللي نجحوا. صرنا من سنة الـ71 بنجرب نطلع على المريخ، الروس والامريكان. سو في عندنا اوبورتونيتي، في عندنا باث فايندر، وفي عندنا عده اشياء نشوف. بنرجع نطلع على صوره الاماكن اللي نزلوا فيها الروفرز. يعني هلا هي الصوره الثالثه او الرابعه بتصور يلا الاماكن. بعدنا بالصورة الأولى، خلينا نشوف فإذا تاني صورة يلي هن مثل ما ذكرتي مين وصل اوريدي على مارس، والصورة الثالثة فرونا إياها شباب. أوكي، فإذا قولي لنا عنها أكثر. هن الاماكن مطرح ما عملوا لاندنج الروفرز، أوكي والاماكن دكتوره كثير مهمين للمشاهدين لازم يعرفوا هون الفرق، لانه في كثير خطر اذا الروفر غط بمكان منه معروف وين بده يقع بيتكسر. هون الفرق بين الصينيه والامريكان. الصينيه هلا هن وصلوا قبل الامريكان بفيفريه، بس بعد ما بعت الروفر رح يوصلوا ويبعت الروفر بمايو. ليش؟ لانه في صراع علمي بين الصين والامريكان. رح يضلوا الصينيه 3 اشهر يبرموا حوالين مارس، ياخذوا صور منهم بعتين لبعضهم الصور لحتى يرجعوا يغطوا، بينما الامريكان عندهم 3 دي ايمجز عن السيرفاس تبع مارس، فوصلوا وغطوا مع بيرسيفيرانس. هون المهم الفرق، مش انه بس بناخذ صور. اوكي هلا عم نشوف الروبوت يلي غط اوريدي، هيدي بيرسيفيرانس عم نشوفها. في صورة هيك في بلاك في عليها أسامي سجورنو ايه خل قطعت، هلا عم نشوف الروبو يلي هو غاطت. نعم هيدي مثل هيك كاميون هو، بس انه روبو مبين شكله. نعم. إذا نتوقف على هيدي الصورة شوي، هيدي الصورة هي مثل ما قلت ذروة التكنولوجيا. ليش؟ لأنه عندها، إذا كنا اطلعنا على الصورة اللي قطعوا قبل، هي عندها ذراع ارم دو 2 مترين راح يغوص ويفتش على اشياء على التراب على السيرفاس ويدق اطول على المريخ. اول شغله. ثاني شغله، لانه نحن هلا الايديه تبعنا الفكره نطلع على المريخ، بده يقسم الكربون والاكسجين، بده يعمل سستينبل، بده يجيب اكسجين من الاتموسفير تبع المريخ. يعني نحن ما رح نحمل معنا اكسجين على المريخ، بدنا نصنع اكسجين فوق. وهيدي الطريقه بتفيد الارض، لانه لما نعمل البيار والالكول بنحسن الكاليتي تبع البيار على الارض. وكمان في عنا شغله تانية، انه لما بدنا نعطي امر للروبوت على المريخ بيمشي بنهار، الروفر على المريخ بيمشي بس 200 متر. اوكي بيرسيفيرانس عندها كمان تكنولوجيا تطورت لحتى نبعث له اوردرز ويعمل اوتونوم، وهذا الشيء بيساعد بالشيرورجي للطب ليكون اكثر. نعمل ما بعرف اذا حضرتك بتعرفي دكتوره والمشاهدين، انه في عندنا هلا نعمل عمليات اونلاين. بنفوت بالفايبر نعمل عمليات اونلاين، فهيدا التكنولوجيا السبيسيال بتساعد على العمليات. وكمان في شغله، انه طريقه الهليكوبتر اول مره الانجينيتي اون فا فير فولي، يعني بدنا نطير درون على المريخ، وهذا الشيء كثير صعب لانه ما عندنا غلاف جوي. لما بدنا نطير نحن بنستعمل الهواء، الغلاف الجوي الموجود، البريسيون الضغط منه موجود، هذا كله رح يساعدنا لإلنا باك على الارض. ف برجع بقول انا التكنولوجيا السبيسيال نرجع نربحها نحن على الارض.
دكتور نحن عم نتحضر من وراء فيروس كورونا انه ننتقل لكوكب تاني من خلال انه الاكسجين صرنا عم نستعمله اكثر، ما بعرف بعد شوي اذا رح نصير نلبس التونيو الفضائي، يعني لانه شفناه يعني كنا نشوفهم بالافلام وهلا عم نشوفه حوالينا لكل الاطباء ولكل الاشخاص يلي عم يتعاملوا مع مرضى الكورونا، هل هو تحضير معقول يكون ولا شو؟ انا ما بقول انه بالكونسبيرسي ثيوري، بس انه لازم نكون محضرين لكل شيء. هن اصلا الشاشات والاسترونوت هن اكثر عالم قضوا الفتره منيح تبع فتره الكونفينمان يعني. يمكن كمان نعيش تحت الارض، بالمريخ هو رح نعيش تحت الارض وما نشوف، ما في شمس، ما في سماء، لانه ما فينا نتنفس بالمريخ عادي. بلكي عم نتحضر لطريقه الايفوليوشن، يعني ما ضروري يكون كونسبيرسي، هي الايفوليوشن. ما بعرف، ما في يقول شيء. قد ايه بدنا وقت حتى نوصل لمارس؟ هلا بدنا بالطريقه اللي عم نسافر فيها. ليش بقول هلا؟ على طول بالعلم هو الان، لانه بكره غير اليوم. بدنا 7 اشهر. فاذا تروحي على المريخ عندك 7 اشهر سفرة قاعدة هيك بأوضة، وبتقعدي هونيك شي سنة، 7 اشهر عندك 3 سنين ما بتشوفي شي، هيك بس بتشوفي كوكب. ما بدي روح، شو بدي روح اعمل؟ ما فهمت. كثير رح يكون في افاده من ورا روحتي، شو بروح بعمل ويلي بدي اعيشه هونيك؟ انه ما فهمت، يعني ما بيشتغلوا؟ شو بيعملوا؟ بيروحوا بس تيشوفوا الكوكب؟ بيقعدوا تحت الارض؟ ما نحن هلا اوريدي حالتنا حاله. ما فهمت، ما بدي اروح، لوين بدك تاخذيني؟ فكرت رايحه نعمل شيء حلو. انا حضرتك هيدا اختصاصك وهيدي يور باشن، بس الاشخاص مثلي عاديه شو بيروحوا يعملوا؟ تعتقد انتم هيدا العلماء رح تكونوا متواجدين اكثر هونيك ولا لا؟ في شيء نشوفه؟ ما عايزين من كل الانواع. لخبرك لانه انا تركيني هون، ما بدي. عايزين لنشوف الكونفينمان شو بيعمل بالسيكولوجي، يعني اذا قعدوا 6 اشخاص بفرد اوضه 3 سنين بخبطوا بعضهم ولا لا؟ يقول بينت من ورا سنة وسنة وشوي بخبطوا وبقتلوا بعضهم كمان، يعني بده تكون حق التجارب من هلأ لل 2032 مبدئيا. نعم نعم، ولنرجع شوي للسريع، بس عن جد هيك بصير. يعني في كثير اكسبيرمنتس تحت الأرض، على الأرض بحطوا العلماء، يعني مثلا بحطوا دي بسيكياتر، بحطوا دي كيمست، دي بيولوجيست، مزارعين بجربوا يزرعوا. بدنا نشوف، لأنه الهدف عن جد تو كونكير البلانيتات كلها، بيشوفوا اذا البلانتات بيطلعوا، كيف بيطلعوا البلانتات بلا الجرافيتي، وكيف كيف بصير الكونسيفنج اذا بدنا نتكاثر الانسانيه والانيمو، اذا بدنا ناخذ حيوانات، كيف النار بتصير، انه بدنا نعيش. واهم شيء البسيكولوجي، او مثلا كيف حضرتك او حضرتي بدنا اذا اهلنا على الارض بدنا نحكي معهم، بدك 22 دقيقة مثلا لحتى نرد ويرد او كذا. يعني عم بتصير على الارض. وباي ذا واي الامارات بتصور عامله بروجي لل 2100 100 وشوي انه هن رح يكونوا على المريخ، فبلشوا من هلا عم يدفعوا مصاري وجرانت لبعض القطنية انه يزرعوا مثل كانه عم يزرعوا بالمريخ. بلا جرافيتي. طيب التكلفة يلي هي كتير عالية خبرينا شوي عنها بشكل عام، وهل بلدان مثل لبنان مثلا بتكون left out؟ يعني نحن سفر عادي بطل يمكن فينا من وراء ارتفاع سعر الدولار، كيف بعد انه نروح على المريخ وسفرة 7 اشهر؟ كيف بتكون هون بشكل عام؟ هل بلدان بيساعدوا بلدان؟ هل بتصير حكر على بلدان معينة؟ كمان يعني كيف من وراء الريسيرش تبعك وكل الامور اللي بتعرفيها عن هذا الموضوع كيف رح تصير؟ نعم، مره ثانيه عن جد سؤالك كثير مهم، لانه هون المشكله، وهيدي نحن لما نعمل الاجتماعات الاتيك دو سباس كثير مهمه، لانه التكلفه كثير باهظه.
وليش صار في عندنا ايلون ماسك وجيف بيزوس هن اللي عندهم مصاري بيرسونال اصحاب شركة خاصة صاروا يمولوا شوي مثل نازا والإيزا وبطلت حكر للدولة. اللي رح يصير مثلا اي بروجي اي روبو مليارين ونص 7 مليار 30 مليار على 7 سنين، اي دولة فقيرة رح تكون لفت اوت، رح تنكب، رح يصير في فرق شاسع اكثر شرخ. وهون الخطورة، يعني بلشت اصلا الخطورة والديسكريبنسي الفرق بالانتليجنس ارتيفيسيال، وخاصة مع الانترنت وسرعة الانترنت والتعاطي مع التكنولوجي بلشنا نحس فيها هلا. يعني ببلاد منا قادرة يكون عندها كهرباء ولا ماي كورونت، في بلاد عندهم تلفزيون بيبرموا بيدبوه اكران، هيدا كله ريليتد للتكنولوجي. يعني العالم بتشتري تلفزيون او كونكتر او كمبيوتر قديم ب 20,000 دولار، مثلا باليابان اللي هن كتير متطورين حقه الجديد ب 1,000 دولار. وهيدا منه خارج عن السجال اللي عم نقوله، لانه كله ببلش بتليفون اند كمبيوتر كونكتيفيتي. يعني هيدا الشيء رح يخلي عالم تصير صناع عند عالم تاني. وانا عم بنقي كلامي لان هذا الموضوع عملنا عليه ميتنج هذيك الجمعه، رح يصيروا دول للكم. وسؤالك كتير حلو. طيب هون دكتور حكيتي شوي عن كيف، يعني هلا كيف بيتواصلوا من المريخ لهون؟ حكيتي انه التواصل ممكن تاخد 20 دقيقة حتى نقدر نتواصل مع اهل الارض. هلا مثلا اللفت اوت بضلوا على الارض، بس ما بعرف يعني حسب اللي شفناه هلا او اللي رايحين نعمله على المريخ، ممكن نحن نكون الربحانين مثلا ونحن مفكرين حالنا خسرانين، ولا لا ليفت اوت بتكون عن جد بكل معنى للكلمه، والمستقبل هو للمريخ والتكنولوجيا هونيك، ونحن رح نكون صرنا كثير متاخرين. هلا هيدي فيها وجهه نظر سوسيو ايمان، يعني بدنا نشوف شو بنربح وشو بنخسر. اذا بده يصير الانتليجنس ارتفيسيال مع التكنولوجيا هي المسيطرة، كل إنسان فينا نكون نحن ربحانين إذا رجعنا على الأصول والطبيعة. بس حسب يعني، بس ما نكون عم نستعبد. يعني ما بعرف إذا فكرتي واضحة. إذا نترك بطريقة محترمة مع الفري ويل بنكون ربحنا، بس ما نكون نستعبد. وأنا خوف نكون نستعبد إذا ما صار في ديمقراطية للموضوع. ومعليه أنا إن شاء الله يكونوا كل المشاهدين عم بيفهموا شو قصدي، لأنه كل ما يكثر الشرخ بتوزيع التكنولوجيا. يعني إذا بتسمحي لي بدي أقول مثلا بس شغلة، لما يصير كل شيء على التكنولوجيا والإنترنت بنبطل ناخد الكاسيير ولا اللي بيعبي البنزين ولا اللي بينظف، بصير كله اوتوميتد. يعني عم نقول نحن للعالم، عم نقول للعالم نحن مش بحاجه لإلكم، بس نحن بحاجه لبس بروجرامر. هلا شو الشغل؟ بروجرامي الاي اي ارتفيشال انتليجنس كله على الاورديناتور. يعني في عالم ما بقى عايزينه. دونك يعني نص افريقيا، نص الشرق الاوسط، اذا ما بتعرفي تعملي كمبيوتر بروجرامينج انفورماتيك كودينج صاروا كله اي اي. سو كل ما هيدا التكنولوجي سو يا العالم بدها تركض لتلحقهم، الاوثنتيسيتي عم تختفي. ممنوع نكون مختلفين. يعني بطل الانسان هو بده يكون مفكر، انا بدي اكون بونسور فكر بالفلسفية، صار كان اوت ديتد. صار كله بده يكون متطور اكثر، والعلم صار اساس ومش علم عادي. يعني يمكن شهاده الدكتوراه تكون ماشي، بدك تطوري حالك كثير. طيب دكتور، شخص مثلك شاطر بهيدا المجال دائما بينطلب من برا، واكيد بنعرف قد ايه عندك معلومات حول هيدا الموضوع وحضرتك بتعلميه وبتنطلبي من بلدان كثيره، رح نخسركم كلكم على الارض. وهون يعني كمان ما بعد
مارس، يعني بتصيروا تفكروا بكواكب أخرى، بعرف رحت لكتير بعيد، وشو بيصير بالقمر هون لهالدرجة بده يصير كمان لفت أوت قصة دراسته؟ اكيد نحن القمر، لا مش كلنا رح نفل لانه رح يضل في عالم، بس هي تواصل. الفكره انه نصير everywhere، الانسانيه بدها تتوسع. القمر بده يصير باز للسفر، يعني القمر هو مفشخه سو بده يصير باز للسفر ومن المريخ. هلا كم كمان شهر القمر تنوصل له؟ لا كذا كذا يوم مشيت كتير بعاد، قليل يعني فشخ. طيب كنا رحنا على القمر، ليش ركزوا على مارس أكتر؟ لا ما هن هلا طالعين 2024 رح تكون اول امراه تحط اجرها على القمر، ورح يرجعوا ينزلوا على القمر، اكيد رح تكون باز. وفي عنا ارتميس والفيلج مون فيلج رح يكونوا على القمر، راجعين على القمر بقوه. يعني في عنا السباسيال هلا انفازيون دو الاسباس، يعني راجعين طالعين على الاسباس، وما استطردتي ابدا، لانه العلم ماتيماتيكيا وفيزيائيا عم نمشي انه عم نفكر حتى كيف فينا نبعد، مش بس عن الكواكب تبعنا، ما بعد الكواكب تبعنا كيف فينا نسافر على غير اكزو بلانيت سيستم، كواكب خارج المنظومه الشمسيه. دكتور، لكل الأشخاص اللي عم بيقولوا إنه نحنا صرنا بالمريخ وعلى القمر كأنه هي إنه نحنا عن جد على غير كوكب وبعاد كتير عن الأمور يلي هلأ عم بتصير معنا، شو بتقولي لهم؟ ويمكن كنا بعاد كتير عن اللي نحنا هلأ عايشين فيه، وكنا نفكره ساينس فيكسيون، وكنا نفكرهم بس بالأفلام، وكنا نفكره إنه ولا ممكن، يعني هلأ حاسين حالنا عايشين بفيلم. يلي عم بيسمعك قد ايه بتقولي له انه لا مش بعيد كتير كل الامور يلي عم نحكيها؟ واكيد هيدا علم، برجع بقول اختصاصك وبتعلمي لهيدا الاختصاص، مش عم نحكي ابدا بشي وهم، فشو بتحب تقولي؟ سؤالك مقسوم لشقين، الشق الاول انه نحن هلا هون وليش عم نفكر بالمريخ انا بقول لهم انه انتم فكروا بالارض وخلوا اللي مثلي يفكر بالمريخ، لانه كل شيء عم نعمله عم يرجع يرتد للارض بوزيتيف، هم عايزين الاثنين. الشق الثاني الوهم والخيال والساينس فيكشن، هن من عرين من الاستانس تبع الكرياتيفيتي والعلم، ولا مره الا ما كانوا، ما في عالم ساينتيفيك ماتيماتيك فيزيست عالم الا ما هو حالم وكرياتيف. فالعلم والساينس فيكسيون يتزاوجون، وصدقيني انه الكون هو اكبر كرياتيف واكبر ساينس فيكسيون، يعني الكون بعد بفاجئنا اكثر واكثر، فما في شيء امبوسيبل مع الكون، وما في شيء امبوسيبل بالفيزيك. يعني لما يقولوا لنا انه ما فيكم بقول لهم انا هلا ما في، بس لانه بعد ما بنعرف، مش يعني ما مش موجود، ما اكتشفنا، عقلنا بعده صغير، نحن صغار من عمر الكون، ماشي نحن كذا مليون سنه الانسانيه، بس بعد حيصير، فما في شيء امبوسيبل. ورح نوصل لمطرح نشغل دماغنا أكثر، يصير في هيك تطور كمان كتير أكبر للإنسان، منعرف نحن أنه ما كتير منشغل الكونسيانس تبعنا، بعدنا بنسبة كتير قليلة النوابغ بيشغلوا بيوصلوا لل 13 و 14%، فممكن كمان نوصل لنقاط نشغل أكثر هالكونسيانس تبعنا ونصير هالقد متطورين. يعني بعتقد إذا شغلنا 30% قد ايه بنكون تطورنا عن كل التكنولوجيا يلي هلا موجوده عنا وعم نشغلها بنسب قليله. مليون بالمية، ونحن في يعني في عنا الاريتاج تبع الارض، يومانيتي بتعمل اريتاج كونيسونس. هلا هون يعني تو ما تاندو اون باج، بعتي لي سناره ولقطتها انا، لانه في يكون الاريتاج تكنولوجيك، يعني اذا رحنا بير كمان انتليجنس ارتفيسيال، فينا نوصل لوقت يحطوا لنا براسنا بيوس يعطونا كل المعلومات اللي وصلتنا الانسانيه،
ماتيماتيك، فيزيك، كل شيء، ومنها ببلش الانسان. تخيلي قد ايه فينا نتطور ونشتغل اكثر. كل شيء بلشنا منه، التعليم والتطور هو اكسبوننسيال، مش انه هيك بيطلع بطريقه صغيره. اخر 100 سنه كنا قبل على النار، اخر 100 سنه 120 صرنا على المريخ. ب 50 عملنا تطور، فتخيلي بعد 200 سنه وين معقول نصير؟ دونك مليون بالميه اللي عم بتقولي في شيء اسمه كونسيونس كولكتيف بيشتغل مع بعضه واسرع. شو بتحبي تختمي موضوعنا لليوم دكتور؟ انا بدي اقول انه في استرويد على عيد الام ب 21 مارس رح يجي، بس ما رح يشبك بالارض. وبدي اعيد بنات خيي نور ونار، اليوم ناي اليوم عيد ميلادهم، ببوسهم بقول لهم خلي لك اياهم. عمتي الي سور ساتورن، لانه بضل يقولوا لي انه جو سوي سور ساتورن. نور وناي ينعاد عليكم جو زنبوكو. خلي لك اياهم يا رب. بنشكرك على وقتك، على المعلومات يلي عم تعطينا اياها، يعطيكي الف عافيه. واكيد دائما عم نتابعك عبر انستغرام ودائما عبر شاشه الاو تي في. ميرسي لك دكتور. ميرسي لك. مشاهدينا رح نتوقف للحظات مع بريك ومنتابع معكم. بعد عنا لقاء أخير مع دكتور ميشيل عيد حتى نحكي شوية اجتماع ونحكي كمان عن القانون.